اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقه من حلقه قناتنا قطع صفير الزينه. موضوع حلقه النهارده: ازاي تعمل تزاوج بين ذكر وانثى بادجي. ابقى معنا. يلجا كثير من المربين والهواة الى طريقه سهله لزواج ذكر بادجي من انثى باختيار ذكر وانثى من نفس السلاكه او من نفس القفص، على بحجه ان ده بيكون سهل توليفهم وما بياخدوش وقت في التوليف والتزاوج. لكن هذا المنحة أو هذا الرأي إحنا مش معاه، لسبب: بيظهر في زواج الأقارب عيوب الوراثة أو عيوب الدم، وبتزيد الأمراض الوراثية عند زواج الأقارب، وعشان كده واجب نبعد عن زواج الأقارب من العصافير أو زواج الذكر والأنثى من نفس القفص أو من نفس السلاكة. وهنوضح الأمور دي دلوقتي. يبقى أفضل وأأمن طريقة لنجاح تزاوج البادجي وسلامته أن أنت يكون عندك أحد الزوجين وتشتري الآخر من أحد الهواة أو المربين أو أحد التجار. ده أأمن حل عشان نبعد عن أمراض الدم وأمراض الوراثة اللي بتظهر في العصافير الأقارب. أول ما تجيب الذكر أو الأنثى من هاوي أو تاجر أو مربي، واجب تعزل العصفور اللي هتجيبه في قفص مستقل، هنطلق عليه مجازا قفص الحجر الصحي، هنحجزه لمدة أسبوع بعيدا عن القطيع بتاعنا للتأكد من عدم إصابته بمرض معوي زي الإسهال أو مرض تنفسي زي نزلات البرد أو مرض جلدي زي الجدري. بعد مرور الأسبوع تأكدنا أن العصفور اللي اشتريناه عصفور سليم وغير مصاب بأمراض من اللي ذكرناها، هنبدأ نحط الذكر في قفص التزاوج وننتظر مدة أسبوع، ثم ندخل عليه الأنثى في قفص التزاوج عشان تبدأ تخضع ليه وتنسى قصة تملك القفص وما تقومش الذكر في التزاوج وفي التخصيب. عليك في فترة تزاوج وتوليف ذكر وأنثى البادجي الاهتمام بتقديم الخضروات والفواكه، لأنها بتمدهم بالعناصر اللازمة لرفع الجهاز المناعي وسرعة التخصيب، زي الجرجير وزي البنجر وزي نحط نقط سيلينيوم للتحفيز وفيتامين ألف دال ه ثلاثة برضو بنقدمه للتحفيز. إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا. إلى اللقاء في فيديو آخر، تقبل مني كل تحية.